أشواق جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة شبابية بامتياز. الخبر من قلب الحق. كنضحكوا مع صحابنا. فنان ديجا يكون عنده أخلاق وفنان مكيج. أنا هي الحاجة اللي كتعجبني. أنا نقول لك أنا يا حدا الناس كاملين. أنا حاضر في الواقع ماشي في المواقع. هما كيما العيالات شي وحده تكون ضاربه ماكر الله امك وحده شي وحده تكون ديت لها راجله كيبقاو مضاربين في داك فيسبوك. انا ما كنضربش انا في فيسبوك. فيسبوك ما دار اسمه موقع التواصل الاجتماعي ماشي موقع وراه قال لي دار لي. ومن كيصل بنادم حداك راه ما كيجي ما يدويش معك في اخبارك كيوصل لحداك فاس الرجوله كتقل ليه ما يبقاش راجل. دابا كاين اللي كيبغي يدير البوز بهذا الشيء وكاين اللي بزاف اللي صافي كيبان له هذاك الشيء بسال حيت حاجه ملي كتكون في الاول غير خفيفه كيكون شويه متتبعين ديالها وحاجه ملي كتبقى بزاف بنادم هذا تبسال. وانا نقول لك اللي ما عجبوش مسمار ما يعجبوش في النهار الاول ولا شهر ماشي بنادم يدوز معك 4 سنين ولا 10 سنين ولا 14 عام هذا ما يعجبوش مسمار حيت مسمار كاين وكان ما كاينش راه ما كاينش اللي غيجبدني حيت مسمار موجود سواء بالاعمال ديالو سواء بالاخلاق ديالو. وانا ما سامح في ولادي. انا عندي ولادي عندي مع المرأة الأولى بنية عندها 18 عام راه دابا فاكونس مع أمها ولي فاكونس كلشي على حساب موس ماهر حيت أنا بنتي أول حاجة وعندي دابا وليد مع المرأة ديالي الثانية كلشي عايش بخير وراضيين عليا والديا هذاك هو الفضل من عند الله. ما كان اللي سامح في والديه كان اللي سامح في ولاده كان يجي ينتقد واحد كان اللي ما كيحترمش والديه هما الآخرين كيجي أنا الحمد لله لحد الآن أنا الوالدة ديالي كلا غوتت عليها ما كنجاوبهاش